كمال وريمي رئيس قائمة فرنسا واحد لحركة الشعب الوحدوية تقدمية، من أهم برامجنا هي إنشاء نظام سياسي جمهوري ديمقراطي مدني، ومن مشاريعنا المحلية لجاليتنا في الخارج هي بعث وزارة لشؤون الخارج والمغتربين، وتطهير وإعادة هيكلة ديوان تونسينا بالخارج. قائمتنا رمزها الجمل، عددها في القائمة هي 31، صوت للقائمة هذه. ومن مشاريعنا المحلية هي ميناء زرزيس الدولي. ميناء زرزيس الدولي هذا ميناء يمكن أن يحيي كل جنوب تونس، ليكون منفذ تجاري ومنفذ حتى للمسافرين. وشكرا.